السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناتي قناة وصفات أحلام. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم جوج ديال العصائر اللي كيجي ولداد وخاترين من أروع ما يكون، ينفعكم للفطور والسحور. ندوزو نشوفوا طريقة التحضير. بالنسبه للعسل الاول، عندي لتر ديال الحليب، 6 ديال الملاعق سكر، جوج فلون بنكهة ديال الفريز، وواحد زلافه ديال الفريز، والكاس ديال الحليب. وغادي نضيف السكر وفلون الحليب، نخلطهم شويه باش ينسجموا، ونحطهم فوق البوطه على نار متوسطه مع التحريك مره ونخليه حتى يوصل لدرجه الغليان، ونحيدو ونخويه في شي بول ونخليه يبرد شويه، عاد ندخلو للثلاجه باش يتماسك، واذا كنتو مزروبين عليه دخلوه للمجمد. ومن بعد ما برد وتماسك، غادي نخويه في الخلاط ونزيد معاه الفريز ونطحنو مزيان، وفي الاخير نزيد عليه الكاس ديال الحليب. وبالنسبه للسكر، الكميه اللي درت في الاول راها كافيه، وها هو العصير ديالنا واجد. وبالنسبه للعصير الثاني، عندي لتر ديال الحليب، واحد الكميه صغيره ديال الليمون اللي غادي نعصرو، وستة ديال الملاعق سكر، وجوج فلون فاني، وواحد دانون فاني. نفس الشيء غادي نديرو للعصير الثاني، نضيف الحليب السكر وفلون، نحطو فوق البوطه حتى يوصل لدرجه الغليان، ونخويه في شي بول ونخليه حتى يبرد، وندخلو للثلاجه باش يتماسك. من بعد ما برد وتماسك، غادي نخويه في الخلاط ونزيد معاه دانونا فاني والعصير ديال الليمون. وهنا نتوما تحكموا في العصير ديالكم، الا بغيتو خاطر ما تكتروش العصير ديال الليمون. وكان هذا هو الشكل الاخير ديال العصائر فلون اللي حضرت معكم. فعلا كيجيو رائعين خاطرين، وشي حاجه مغايره على العاده. وما تنساوش الى عجبتكم الوصفه ديروا لايك وابوني، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد القناه. ونتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفه جديده ان شاء الله. بسلامه.